أخرجت من التلفزيون. يا ولدي خرجوا شوية. السلام عليكم اخويا، احنا جينا لتطوان هذا العام ان شاء الله حول الله. حولي راه كاين شويه المصاريف غاليه وكذا، ولا انت كتعرف حولي راه الشعير والنخار راه كلشي غالي. ودابا نطلبوا الله يدير تاويل ديال الخير لينا ولجميع المسلمين. الفلوس هذا راه 630 درهم، 630 الف فرنك، 6300 درهم هذا الثمن ديالو. والمصاريف راه انتم كتعرفوا راه كامله غتعيد ان شاء الله بحول الله. كل شيء عيد، كل شيء كاين. الحوله 300 250 270 كل شيء كاينه. مرحبا، ها هو كاينه كاينه، ها هو شد لك الميكروفون تتناقش. ها هو مرحبا، ها هو هذا 280 2800 درهم. ها هو هذا اخويا، راه حنا الله يحسن العون غنتعاملوا مع كل شيء. ها انا اخويا، ها انا، ها شوف راسو مليح وكل شيء اخويا. ها 280 اخويا، عيد عمو 280 اخويا، هذا 2800 درهم. ما المصاريف راه ما غالي والو. بنادم كيجيب له الله، كاينه الغلا، راه كاينه الحوالي السمان هذا العام. عام الاول الدعم ما شبرنا والو اخويا، الدعم ما كاين حتى حاجه. حنا عا فلاحه صغار، ماشي فلاحه كبار ولا لا، فلاحه صغارين. انت واحد ما كيديها فيك حاولي ب 5 دراهم 6 دراهم زرع، والنخال 12500. ايوا انا المصاريف الله يحسن العون الجهتين. هذا شحال الثمن في البيع ديالو الاخر؟ البيع ديالو 270 اخر ثمن. 2700 درهم الثمن الاخر. ما زايد على العام اللي فات هذا؟ ما زايده والو، زايده هذيك 300 درهم ولا 400 درهم. ما زايده والو، ما زايده حتى حاجه، والله الا هاك يجيب لكم الله. ما زايده والو. عام الاول كانت الكسيبه ناقصه، هذا العام راه كاين الغلم. كل موجود رخيص. وهي كل موجود رخيص اصاحبي. واش دابا انت عام كامل حولي كيتسنى فيك عام واحد؟ عام حولي لا يغلبك، ما يمكنش. يكون خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم. وكنصر جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو الله يطولنا في عمره، يعملوا شي التفاته لهذا الشعب. هذا راه الشعب مضرور بزاف خصوصا في هذه المنطقه شمال طنجه، تطور الناس مقصعه. دابا انتم كتشوفوا معنا الخير هو موجود الحمد لله، كاين الكسيبه ماشي ما كاينش. دابا المشكل كاين الغلا، كاين الحاولي اللي زايده في 2800 درهم، كاين الحاولي اللي زايده في 2500 درهم. انت كتشوف دابا الحاولي هذا شحال الماكسيمو ديالو خصيصو، هذا ما يخصوش يفوت 3500 4000 درهم. كتتفاجئوا بان 6000 6500 7000 درهم. راه المواطن راه ما عندوش هذا من ناحيه ديال الدرويش، راه الدرويش راه مقصع لا حول ولا قوه الا بالله. وبالنسبه للحكومه ديك الدعم الحولي اللي جاوا لنا من اسبانيا، ما كنتفاجئوا به، ما كاينش هنايا في الكراجات، ما كاينش هنا، خصهم يجيبوه لنا للسوق. نشوفوا ديك الدعم اللي عملوا ديال 500 درهم عطاوها لنا الناس اللي دعموهم بها، ما كايناش، ما شفناش الملتمس ديالها مره. انت كتشوف الحولي اللي كتحط يدك عليه من 4000 درهم للفوق، يعني الدراوج مساكن موحاش، كاين النص كبير اللي ما يعيطش في هذا. والله يدير شي تاوي الخير، الله يدير شي تاوي الخير. وتحياتي لجميع المغاربه والاحرار، نتمنى الله سبحانه وتعالى يفرج شي سعاده الخير. شكرا للجميع. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا. خويا انا عندي التريبورتو، كنسترزاق الله. العام اللي فات كان زويون، الله عمرها سلعه. هذا العام تفاجئنا بالسوق، السوق راه طالع صاروخي، حاولي 2000 درهم، دابا كنديوها خير ب 4500 درهم. والله يحسن العون، وما كاين لا دعم لا والو. احنا عندنا التريبورتو طالعين هوادين، الله يحسن العون، الله يحسن العون اخي. هاد الخدمه اليوم دينا الخدمه خويا، راه في 9 الصباح حنا كنجريو من ساعه هاديه، والله ما استفتحنا ولا ضربنا شي درهم في الجيب. الله يحسن العون اخي، اللهم هذا منكر. وكنطلبوا من الحكومه زعما تشوف معانا مع الدريوشه تايدا شي حاجه اللي غتليق بينا حتى حنايا. وهذا هو الميساج للحكومه ديالنا، والله ينصر سيدنا. وشكرا الاخ هذا اللي كاين اخويا. السلام عليكم. هاد العام جينا زعما اللوحه نتسخروا نشوفوا شنو كاين في العيد وداك الشيء، ولكن هاد تفاجئنا بزاف. هاد الشيء راه صاروخ يطلع، ما كيتصيروش الحال، والله ما تصورش. شنو الحولي العام اللي فات كاع 2000 درهم، راه دابا ب 7500 كيطلب فيه بزاف. هذا الشيء عيب، حرام كاع. الله لا العيد الدرويش راه ما يقدرلوش هاد العام، راه الله يحسن العوان. والله
هذا العام صعيب صعيب بزاف عاون الله خاصهم يشوفوا الحل لهذا الشيء هذا الحل المستوش ما عرفتش واش كاين قال لك في مارزان حتى هو راه بالكيلو ماشي عادي في بالكيلو واخا فيه الدعم واخا فيه كل شيء راه بالكيلو راه الناس كامله مضروره عاون الله. السلام عليكم الاخوان ديالنا عواشر مبروكه تبارك الله عليكم. حنا هنايا كنتواجدوا في السوق المسيحيه في بجهه اللوحه. حنا كنشوفوا هذا العام هذا الحولي غالي بزاف وهذه المدينه هذه الاخوان نتوما كتعرفوا ما فيها لا خدمه لا معامل لا والو راه غير الدراويش كيدعموا بعضيتهم هنايا. حنا بغينا شي تدخل من الحكومه والناس المسؤولين يعملوا الناس يدعم باش الدرويش يجبر باش يعيد راه كاملين دراويش والدرويش كيحس بعيقه الدرويش بحاله. راه الحولي غالي على ساكنه المدينه تطوان وكنطلبوا منكم كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعاون الدراويش مساكن باش كلشي يعيد ويبقى على خاطره. راه الدعوه في الطائف والله اخوتي بطاله بزاف والمعامل قلالين وليسانس غالي. انا عندي تريبورتور بيدي كنسترزاق الله انايا مع الدراويش باقي ما دخلت حتى شي درهم التيم ديالي وباقي ما عيدتش. كنطلبوا من الناس المسؤولين يدعمونا باش يوقع شويه د الفرحه على الدراويش مساكن وكلشي يعيد وكلشي يبقى على خاطره. السلام عليكم. دابا هاد الاضحيه هادي العام هذا ان شاء الله زايده 1500 درهم على العام اللي فات. ودابا الحولي اللي عندي هنايا انا بيع وشري انا هادي 17 عام دات الحرفه هادي. دابا الحولي هذا تيطيح ب 370 وكاين الحاجه ب 290 وكاين السرديه راه هي تطيح ليا ب 500 550 على حسب. والمشكل هذا الميساج اللي غنقولو في هذا المجتمع هذا حاجه خصو يهضروا على الدوله هي المشكل. زايده الزيت زايده الدقيق زايده المازوت زايده اي حاجه وما تيهضروش. ومن اللي جا هذا العام ان شاء الله في هذه المضحيه هذه اللي فضحنا ربي الحبيب اللي زادنا في هذا الشيء هذا تنهضروا عليه تنقولوا بيع وشراي تيسرقوا. ما كاين لا بيع وشراي لا والو. انتينا مقد دخلنا للميدان هذه ادخل ليله ما قدرتيش ضرب الطم والسكوت وقول الله يخلف والله يجعل البركه والسلام عليكم. قلتي 1500 درهم زايده على العام اللي فات 1000 درهم زايده على العام. العام اللي فات كنا نشروه ب 250 في بلاصتو دابا طاحت علينا ب 310 320 في الموطا ديالو. زيد له المصاريف زيد له الخدام زيد له كلشي. ملي توصل لتطوان خصك بالقليله خصك تعطي للخدام ديالك 20000 ولا 150 درهم. وهذا هو الحل هو اللي عطى الله هو اللي كاين. ما السلام عليكم. والعلف غالي والاثمنه والدراويش الله حشرنا معاهم